خلينا نروح لاستاد غزل المحلة مع زميلنا أسامة العقدة، نتعرف منه كده على تفاصيل الفرقتين قبل بداية اللقاء. أسامة مساء الفل عليك، اتفضل. مساء الفل عليك الزميل العزيز يحيى حمزه وضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي اون تايم سبورتس في كل مكان، من استاد غزل المحله قلعه الصناعه المصريه وكواليس واخبار بلديه المحله امام سيراميكا كليوباترا ضمن افتتاحيه الجوله 14 من دوري نايل 2023 2024. قبل اي حاجه حابب بس اوجه خالص العزاء لاسره كره القدم في المحله في وفاه المغفور له الكابتن اشرف كابونجا نجم بلديه المحله وغزل المحله والترسانه والمنتخب الوطني الذي وفاته المنية صباح اليوم بعد صراع مرير مع المرض. عشان كده اللقاء النهاردة هيبدأ بدقيقة حداد على روح الفقيد، ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. لو هنتكلم عن نادي بلدية المحلة واللي يعني هيحاول النهاردة أن يعود للانتصارات مرة تانية بعد الخسارة الكبيرة في الأسبوع الماضي أمام النادي المصري، يمكن الكابتن أحمد عبد الرؤوف طالب لاعبيه بضرورة طي صفحة مباراة المصري والتركيز فقط على حسم لقاء اليوم والحصول على 3 نقاط. يمكن كان في اجتماع مع الاستاذ مصطفى الشامي رئيس النادي واللي يعني اكد دعمه الكامل للجهاز الفني وقال ان ما فيش نتيجه مباراه هتخلينا نغير الجهاز الفني، لا احنا يعني نسير وفق خطوات ثابته واحنا عندنا مشروع هنكمله للاخر رغم اي نتيجه هتحصل خلال الفتره الجايه. يمكن طالب اللاعبين بضروره بذل مجهود مضاعف ووعدهم بمكافئات استثنائيه في مباراه اليوم. يمكن الفريق خاض تدريبه الاخير بالامس على ملعب اللقاء. يمكن لو هنتكلم على الجانب الاخر نادي سيراميكا كليوباترا اللي خاض تدريبه الاخير بالامس وبعدها توجه الفريق بعد ان اعلنت القائمه المتجهه الى محافظه كفر الشيخ للدخول في معسكر مغلق ليله المباراه باحد فنادق محافظه كفر الشيخ. يمكن الكابتن ايمن الرمادي طالب اللاعبين بضروره الضغط المتقدم على لاعبي البلديه وعدم ترك اي مساحات لمهاجمي الفريق وخصوصا حسام اشرف. يمكن لو نتكلم عن الغيابات الفريقين عندنا غيابات بلديه المحله في مباراه اليوم، عندنا احمد الجناوي ومحمد رجب ونور الزموري اللي بيغيبوا عن مباراه النهارده للاصابه، وايضا عبده سمانه واللي يعني مش لم يلتحق بمباراه اليوم لعدم الجاهزيه. لو نتكلم على الغيابات الاخرى في سيراميكا كليوباترا عندنا حسين حسني ونور علاء ومحمد عادل اللي بيغيبوا عن الاصابه، بينما يغيب احمد ياسر ريان واللي يعني بيغيب النهارده للايقاف بعد طرده في مباراه الاسماعيلي، وايضا احمد القندوسي واللي يعني بيغيب للايقاف ايضا بعد طرده في مباراه انبي السابقه. يمكن دي كواليسنا واخبارنا من استاد غزل المحله. الان العوده لاستوديو التحليل والزميل العزيز يحيى حمزه. كل الشكر لزميلنا أسامة العقدة من استاد غزل المحلة على كل التفاصيل الخاصة قبل بداية اللقاء.